انا والدراري لابس بيجامه ديال الدريات، ها الصاك، ها التليفون 150 درهم في صاكي، تعداو عليا اخويا ضربوني. منين كتلي حشومه عليك اخويا وحضر لي راسي ضربني بجنويه بالقبضه ديال الراس، ضرب سب شتم. انا دابا كتوصل هذيك 12 الليل 10 الليل ما كنبقاش ندور، كنتخبى. اون بلوس سا انا تخصصت في صغري، يعني انا ما خرجتش كحب الشارع، انا خرجت كنتاقم. قلت دابا منين تضربت ونعست وجلست وشفت، قلت هذوك ذنوب الناس اللي كانوا دوك، هذاك اللي كيجي عندي ذنوبي وذنوبه. راه ما كنتش، انا ما عنديش بديل باش حمزه فاش كنت غنعيش، كنت كنتاجر في لحمي باش نعيش. يعني صورت معاكم كنت كنلبس حوايج دريات، دابا لا، بدلت فكرتي وليت متقرب الله عز وجل، بغيت نتوب. خويا كنت في ثاني من الليله الثانيه من راس ليله سان راس العام، يوم السبت 2 يناير 2022، مع 12 الليل كنت غادي نعس في واحد البلاصه، واحد المكان، مكان عمومي هو ما يسمى بجردة مردوخ، رغم الناس كعارفيني متشرد وكنعس في الزنقه. غادي هاز مانطتي، هازين معايا واحد جوج دراري، غادي نعس في ديك البلاصه. دخلنا لواحد الزنقه، بدينا كتبدا بديك الزنقه من الزنقه ديال بريزيدو برنس، غاديين انا والدراري لابس بيجامه ديال الدريات، ها الصاك، ها التليفون 150 درهم في صاكي، تعداو عليا اخويا ضربوني. جاو حيدوا لي، حيدوا الدراري صنادلهم، حيدوا لهم حوايجهم، حيدوا لي انا الصاك، حيدوا لي المانطا، حيدوا لي الصنداله. منين كتلي حشومه عليك اخويا وحضر لي راسي ضربني بجنويه بالقبضه ديال الراس شويه، ويضربني لظهري دار لي بجنويه، خدخدها مزيان ويجبدها. هذا هو تند. بقيت نص ساعه وانا في الزنقه كيدوز مني الدم، مشيت للسبيطار من 12 الليل حتى 6 صباع، عاد خيطوا لي، يعني لقيت صعوبات، نزفت بزاف، يعني كنت كنوزن 87 كيلو وليت كنوزن 47 كيلو، ما قيوصل لي الكلوه بواحد سنتيم، 120 غرزه، شديش من الزنقه، ديش من نسبه التشرد، ما ديش من الزنقه والو، ديش منها ضربه. هاد ولاد هذاك لونطوغاج، ولاد هذاك الدرب، هادو كيشفروا في هذاك الدرب، كيتقرقبوا، كيديروا اي حاجه، يعني من غيري انا راه كيضربوا حتى ناس. لا غير سارق، هما ما قاصدينيش انا، غير سارق. كانوا كنا خويا 20 30 نقول لكم بزاف. اي صافا، هازين ملالس اخويا، انا نحمد الله ضربوني ضربه كان غير قتلوني اخويا. قاومت اخويا، غتقاوم 20 غتقاوم 30، الحميه كتغلب السبع. حسيت بالحقره، كيف ما كنت، كنت راجل، كنت مراه، كنت شاد جنسي، كنت كيف ما كنت، كنبقى حتى انا انسان. ملي خرجت من السبيطار كنعس في الزنقه وكندور في الزناقي، درت شكايه الحمد لله السلطات في طور التحري والبحث، الحمد لله اللي خطينا مخزن وقفوا معايا، خرجوا معايا البوليس لهذيك المنطقه اللي تضربت فيها. وراه اي شاد جنسي، راه ماشي انا، راه اي شاد جنسي كيتعرض للضرب، السب، الشتم، القمع، حيت حنا ماشي في دوله يعني اوروبيه، ولا ديما كيقولك دوله اسلاميه، كتحس براسك محقور، تحقرت بزاف انا. وانا كنعيش في الزنقه كي غنعيش، لا حياه لمن تناديه. الزنقه ما فيها با، ما فيها امي، ما فيها خويا، هذه حياه الزنقه. ضرب، السب، الشتم. انا دابا كتوصل هذيك 12 الليل 10 الليل ما كنبقاش ندور، كنتخبى، نمشي نجلس تحت من شي باغز ديال شي قهوه، شي بلاصه، ما بقاش في الزنقه كنخاف، حيت ولات عندي فوبيا. تضربت صافي، في الاول ما كنتش كنخاف، كنت زعيم، يعني اي واحد غيبغي يضربني غيبغي يعني ما ينويش،
يعني كون انا جاني بواحد بواحد راه غنضارب معاه، ولكن حميه راه غلبت سبعه. انا دابا وليت خايف، وليت دابا انا خايف من جنابي، يعني غادي من ورايا بنادم كنتعذر تنقول كنخلي حتى يتسبق صيغته الدراري، فهمتي؟ لان دابا وليت بحال هذا في طور الحسابات، ما عرفتش انا ما بيني وبينهم والو، ما كنعرفهمش. راه هو او طبعا راه خايف ملي غايشوفوك في لي لايف وداك الشيء يقول هذا راه داعينا، فهمتي؟ يجيك واحد عاوتاني يعني يكمل يقول غاديين هادو، يقولوا غاديين غاديين الحبس لا خير نديرو. الموت انا دابا وليت كنشوف مصير الموت، وكنحس براسي بحال غنودع صافي. كنقول هادي دازت لي سالمه شويه، انا وقفت كينا ما كنتسناش الامل، حيت انا مازال في الزنقه. التعامل ديال الدار، حيت دارنا ما انا في واحد البيريود خرجت جعفر فهمتي، يعني خرجت جعفر بزاف، ما خرجت داكشي اللي كنت باغيه في دارنا ما تحققش ليا. باغي نلبس، باغي نماكي، باغي نتزين، باغي دارنا ديما القمع، ديما نسب، كون راجل كون دير كون فعل. اون بليس سا انا تختصبت في صغري، يعني انا ما خرجتش كحب الشارع، انا خرجت كنتاقم. ماشي كنتاقم انني مصاب بالسيده ولا بشي حاجه، لا كنقول كنبغي نضحك، يعني نضحك على هذا ونضحك على هذا ونصب على هذا ونصب على هذا، لا. ولكن في الاخر لقيت راسي كنتاقم من راسي، حيت انا كنقول اي واحد باغي يجي مارس عليا الجنس كنقول غنمشيو عند واحد المراه هنا وهنا هنا كناخذ ليه فلوس وكنهرب، فهمتي؟ عاوتاني كنمشي عند واحد اخر كناخذ فلوس وكنهرب. قلت دابا منين تضربت ونعست وجلست وشفت، قلت هذوك ذنوب الناس اللي كانوا دوك هذاك اللي كيجي عندي ذنوبي وذنوبه، حيت هو مجوع مرته وولادو جاي عندي انا، وانا دوك فلوس مكتبين لولادو ما مكتبينش لي انا، ديتهم ليه وهربت، يعني فهمتي؟ يعني ضحكت على رجال كبار، ضحكت على صغار، ضحكت على بزاف د الحوايج. كنقول نحمد الله اني ما متش، ان الله باغيني في الدنيا. خديت درس والحمد لله، كما كتشوف كنت كنلبس حوايج دريات. راه صورت معكم ديجا حمزه، يعني صورت معكم كنت كنلبس حوايج دريات، دابا لا بدلت فكرتي، وليت متقرب الله عز وجل، بغيت نتوب، بغيت نبدل حياتي لما احسن، يعني ما بقيتش باغي نضيع. حتى هذيك الطريق يعني انا 14 عام وانا فيها، ما هزيتش منها مرضى، هزيت منها ضربه قواتني، خلاتني نعرف الحقيقه ديال ان عبد العال الريحاوي غادي في الغلط، ما كيتمايلش شي حاجه، كان كيتمايل في الغايه في الغلط. انا الطريق كنقول يا ربي تعطيني من ناس نعطي، حيت الا لقيت باش نخدم وباش نعيش وباش ناكل وباش نشرب، راه ما كنتش انا ما عنديش بديل باش حمزه باش كنت غنعيش، كنت كنتاجر في لحمي باش نعيش. انا كنت هذاك النوع اللي كنعيش النهار بنهارو، يعني ندبر على راسي اليوم نقدر. انا ما كنتش كنبقى حتى 6 الصباح 7 الصباح 8 الصباح باش ندبر على راسي، لا انا كنت كنبقى حتى 12 الليل ماكسيموم ندبر على راسي ونمشي نعس في الجرده باش نغد لي باش نلقى باش نفطر ناكل نشرب نمشي نجلس في الصالون نصاوب حالتي نزين. هادشي اللي كاين دابا. انا كنفكر ان شاء الله غنفتح قناه وافتتحتها بعبد العالي الريحاوي بسميتي وكنيتي، وغنبدا نهضر على راسي، وغندخل في افلام قصيره، وغندخل في فيديوهات، وغنبين كيفاش المثليين والشواذ كيفاش كيعيشوا الشارع، كيفاش كيسمعوا السب، كيفاش كيديروا السكات. انا رغم انا غنبعد عن الطريق، انا باش نوصل المجتمع المغربي او كاع الناس اللي عايشين داخل وخارج المغرب، انني الا شفتوا عبد العالي الريحاوي لابس كسوه وواحد الاطار ديال واحد الفيديو غيديروا قصير، راه ماشي شديت هذاك الفيديو باش غنجبد به الفلوس في الشارع، لا هذاك الفيديو انا درت باش نوريك كيفاش الشاذ الجنسي كيعيش الشارع، ما يسمى بالسب، الشتم، القذف، الضرب، يعني الخوف، مالين طوموبيلات، يعني باش تعرف ان احنا كنعيشوا في واحد، يعني كيف ما كيقولوا كل زرع عنده كيالو، ما بقاوش باغيين البنات، يعني باش نوريكم انايا الخبايا والاسرار ديال المجتمع المغربي، يعني ما يا المخبي وسط حوايج الرجال، يعني انا باش نوريك. لا ما كنشجعش على الشذوذ، ماشي شذوذ، راه كتكون عندك رغبه، الا ما كانتش عندك رغبه راه ما تكونش شاد جنسي. على انا كون ما كانتش عندي رغبه غنزل الشارع، ولكن انا تحت الاراده ديالي. انا رسالتي للمغاربه كنتمنى يدخلوا القناه ديال عبد العالي الريحاوي ويتعاونوا معايا ويتابوناو عندي ويهزوا لي القناه باش نبدل المراد ديالي الاحسن من الحسن الاحسن وصافي، ونتقرب لله عز وجل وما نبقاش ضيع في المغرب، وانا تكون عندي بطاقه
ملي غنخدم وغندير غنصاوب لاكارت ديالي غنصاوب جواز السفر غنبدل الحسن غنحاول حتى انا نمشي نشوف ما ندير لحياتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.